في الأول هو لازم فعلا أقول كل سنة وكلنا طيبين. المشهد الرائع العظيم جدا والمفرح جدا والمبهج جدا هو مشهد صلاة التراويح مع القداس الإلهي بمناسبة عيد القيامة. والقصة بالمناسبة ما هياش في الشكل، الأمور دائما تعرف وتقاس وتقيم بقلب الأشياء. يعني المسألة مش بس إنه يبقى المسلمين بيصلوا التراويح والمسيحيين بيرفعوا بيتم يعني حضور قداس الإلهي لعيد القيامة المجيد يبقى كل سنة وإحنا كلنا طيبين، هي المسألة كلها في الأصل قلب الأشياء. القصة كلها في مصر هي قلب الأمور مش شكلها الظاهري، لأنه مش هقدر أقول لك والله استحالة هتلاقي المشهد ده في أي حتة في الدنيا، هو تقريبا استحالة، بس إذا افترضنا أنه موجود أنت مش هتلاقي هذا التضافر أو هذا التلاحم أو هذا الاندماج أو الدمج الكامل أو التجانس الطبيعي بالمناسبة في شعب زي ما هو موجود عندنا. إحنا شعب لا يعرف الاختلافات العرقية ولا الطائفية ولا الشكلية ولا في اللون ولا في الأفكار على الإطلاق. الشعب المصري عندنا هو مزيج متناغم من حاجات كتير جدا في الدنيا، وده سر عظمة هذا الشعب وسر بقاء هذا الشعب على هذه القطعة من الكرة الأرضية حتى هذه اللحظة لآلاف السنين على حدوده دي وبشكله ده وبأدائه ده. الشعب القادر على أنه يعدي أي عقبة وأي صعوبة وأي مشكلة، شعب قادر دائما على أنه مهما حصل يقدر يقوم ويقف على رجليه من أول وجديد. هتيجي تقولي بس أصل، هقولك لا، ارجع زمان في عهد في العهود القديمة، يعني مصر القديمة الأسرات لو صح التعبير هم تقريبا 31 أسرة، البعض يرى أن هم 30 بس هم تقريبا 31، المهم مش دي نقطة النقاش. في 31 أسرة حصل عصرين اللي هم بيطلق عليهم في التاريخ كده، يقول لك عصر الاضمحلال الأول وعصر الاضمحلال الثاني. حصلت مشاكل ومشاكل كبيرة والدولة انهكت و و و و، إيه اللي حصل؟ قامت مرة تانية وقفت على رجليها، وبعدين حصل مشكلة وكبوة جديدة فحصل عصر الاضمحلال الثاني وقامت الدولة تاني وقفت على رجليها، وفضلت مصر هي حامية المنطقة الأولى بل والرئيسية، يعني حامية المنطقة في شمال إفريقيا بالكامل، هي حامية المنطقة في المنطقة العربية بالكامل، هي الأساس اللي بتتحامى فيه دائما كل القارة. خد بالك من ده. طيب